النهاردة هنتكلم فيها الفيتامين د. وفيتامين د من الفيتامينات اللي الجسم أصلا بينتجها، لكن بيحتاج لعامل خارجي زي إن احنا لازم نتعرض للشمس عشان يقدر الجسم ينتجها بشكل كويس. طب إيه فايدة فيتامين د؟ فيتامين د ليه دور مهم في إن احنا نقدر نمتص الكالسيوم علشان يقوي العظام وبيقينا من هشاشة العظام. طب نعرف ازاي نسبة فيتامين د في جسمنا؟ عن طريق تحليل دم. ساعتها هتطلع نسبة فيتامين د في جسمنا قد ايه. لو لقينا النسبة دي بين 20 ل 50 نانو جرام يبقى احنا كده كويسين، لكن لو اقل من 12 نانو جرام يبقى احنا كده عندنا نقص فيتامين د. تعالوا معايا بقى النهاردة نعرف اكتر عن فوائد فيتامين د، وايه الحاجات اللي ممكن لو اخدناها تزوده لنا او تحسن من وجوده في جسمنا. حلقتنا النهاردة هنتكلم عن الحاجات أو الأكل اللي بيزود من إنتاج فيتامين د في جسمنا. أهلاً، إزيك يا سما؟ إزيك يا فرح؟ عاملين إيه؟ الحمد لله. إنتوا عارفين إيه فوائد فيتامين د؟ فيتامين د من الحاجات اللي بتزود امتصاص الكالسيوم في جسمنا. طب فايدة الكالسيوم إيه؟ مش إحنا بنقول إن الكالسيوم ده مهم عشان عظمنا؟ صح؟ يبقى إحنا لو عايزين الكالسيوم بتاعنا يمتص أكتر جوه الجسم، لأن ليه دور مهم جداً سواء في الأسنان أو في العظم بتاعنا، يبقى لازم نهتم بفيتامين د. من الأكلات أو من الحاجات اللي بتعزز فيتامين د في الجسم الأسماك الدهنية. زي إيه؟ زي التونة. التونة أحلى حاجة فيها أنها موجودة في كل مكان وسعرها رخيص. طب لو محدش بيحب التونة تفتكري ممكن بديل إيه؟ البيض. البيض، برافو عليكي، صفار البيض. بس أنا كنت عايزة أتكلم أكتر إن لو إحنا ما عندناش تونة في أسماك تانية برضو زيها، زي السردين أو الماكريل أو السلمون، فعندنا بدائل كتير. وإنتي يا شاطرة يا فرح، لأن إنتي قلتي صفار البيض. من الناس ما بتعرفوش إن صفار البيض فيه نفس الفايدة بتاعت التونة والسلمون، لأنها مليانة فيتامين د وأوميجا 3، والأوميجا 3 دي عاملة زي الوسط الدهني، غير إنها بتساعد على التركيز كمان بتساعد على امتصاص فيتامين د والكالسيوم كمان. في عندنا كمان من الفواكه الحلوه، تفتكري ده ايه؟ افوكادو. افوكادو. طب احنا معظم الناس بتحب تشرب افوكادو مع ايه؟ ايه ممكن نحط عليه اي نوع، صح؟ زي ايه مثلا؟ فراوله او الموز او الكيوي. طب انت عارفه ليه بنحط عليه الحاجات دي؟ عشان فيها فيتامين سي، وفيتامين سي ده مهم عشان نعرف نمتص كل المعادن والفيتامينات اللي موجوده. لكن انا النهارده بقى عايزه نزود على العصير بتاعنا ده السبانخ من حاجات الخضروات المفيده، وخصوصا اللي لونها غامق دي، يا ريت نستخدمها وهي نيه اكتر من ان احنا نستخدمها وهي مطبوخه، عشان نقدر نستفيد من كل الفيتامينات اللي موجوده فيها من غير ما تتاذي. تمام، يبقى احنا ممكن نعمل كده العصير بتاعنا افوكادو على السبانخ، ونحط عليها اي نوع من الفواكه اللي احنا بنحبها بقى، فراوله او كيوي، اي حاجه من الحاجات دي. تعالوا كده اكون لكم حاجة العصير. هناخد الكيوي كده نقشره، والكيوي احنا قلنا فيه فيتامين سي، ولما نحطه على الافوكادو هيخلينا نقدر نمتص الفيتامينات اللي موجودة فيه، وكمان بتظبط الطعم جدا، لان في ناس ساعات ما بتحبش طعم الافوكادو. احنا كده قطعنا ايه الكيوي، بعدين ناخد الافوكادو ونجيب معلقه. الافوكادو من الخضروات او الفواكه المفيده جدا واللي غنيه بمعادن وفيتامينات كتير. واحنا قلنا ان فيتامين د مهم جدا علشان العظام، كمان عشان صحه القلب، صح ولا لا؟ صح. برافو عليكم. فاحنا كده بنعمل ايه العصير بتاعنا، بيبقى طعمه حلو. وعلشان خاطر ناخد بقى الفوائد بتاعته هنحط على العصير لبن او ميه، بس انا برجح اللبن اكتر. انا دلوقتي باخد السبانخ. السبانخ بقى فيها كمان غير الحاجات بتاعه الفيتامين د، فيها بيتا كاروتين، فهي مفيده جدا علشان كمان ايه النظر بتاعنا. طب انت عارفه ايه اللي بيقوي النظر تاني يا فرح؟ الجزر. الجزر، برافو عليكي، عشان الجزر زي السبانخ فيه البيتا كاروتين. فاحنا كده عملنا مكونات العصير بتاعنا، الكيوي والافوكادو والسبانخ اللي هي النية مش المطبوخة او مسلوقة، وممكن نزود عليها بقى الايه اللبن علشان يبقى كده خدنا القيمة الغذائية بتاعتنا كاملة، وبتزود من امتصاص الكالسيوم بتاعنا. تعالوا معايا بقى يا اصحابي نتكلم اكتر عن فيتامين د واهميته ايه في جسمنا،
ونقصه ممكن يعمل عندنا ايه؟ فيتامين د من الفيتامينات اللي جسمنا محتاجها جدا ومفيده، ودي بتقل مع سننا لما بنكبر. طب فيتامين د بيعمل ايه؟ اشهر الاعراض اللي بنحس بيها لما بيبقى عندنا نقص فيتامين د هي ايه؟ هي وجع في العظم او ضعف في العضلات، او ساعات بيحصل ازمات ربو حد بالذات عند الاطفال الصغيرين، غير كمان انه بيعمل ارتفاع في ضغط الدم خصوصا للناس الكبار، ممكن كمان يجيب اكتئاب. طب ايه هي بقى اسباب نقص فيتامين د علشان نحاول نتجنبها؟ اول حاجه قله التعرض لاشعه الشمس، لان الشمس هي اللي بتساعد الجلد انه ينتج فيتامين د، بس لازم نخلي بالنا كويس اننا لما نتعرض للشمس تبقى الشمس بتاعت الصبح الخفيف، يعني كده من الساعه 7 لغايه الساعه 10 كفايه قوي، عشان نحمي جلدنا من الاشعه الفوق بنفسجيه او حتى اللي تحت الحمراء. كمان كل ما بنكبر بيقل انتاج فيتامين د في جسمنا. في سبب تاني بيؤدي لنقص فيتامين د، زي ايه؟ زي الوزن الزايد او تراكم الدهون في الجسم. طب تعالوا نعرف بقى مع بعض ايه الاكل اللي فيه فيتامين د عشان يساعدنا على زياده فيتامين د في جسمنا. اول حاجه معانا سمك السلمون. السلمون من الاسماك الدهنيه المفيده جدا لانها مليانه باوميجا 3. في كمان معانا سمك السردين لانه فيه نسبه عاليه من الفيتامينات والاملاح والمعادن والاحماض، فده بيدي الجسم فيتامين د. ده غير سمك التونه، والتونه من اسهل الطرق اللي اقدر احصل بيها على نسبه كويسه جدا من فيتامين د، بس ناخد بالنا واحنا بناكل التونه ونختار التونه اللي نسبه الزئبق فيها قليله. في كمان حاجه كان الجدات دايما بيهتموا ان هما يدوها لاحفادهم، وهي زيت كبد الحوت. ناس كتير مش بتحب تاكل السمك، في الحاله دي بديها زيت كبد الحوت، وده حل فعال جدا للناس اللي مش بتحب السمك لان في نسبه كبيره من فيتامين د، ده غير طبعا انه مليان فيتامين الف، فبيقوي وبيحسن من صحه القلب والاوعيه الدمويه، بس طبعا لازم ناخده تحت اشراف طبي علشان يحدد لنا الجرعه المناسبه ايه، سواء لجسمنا او لسننا. في كمان صفار البيض، وده بديل هايل للناس اللي مش بتحب السمك، لان البيض مليان بروتين وكالسيوم، والحاجات دي مفيده لانها بتقوي وبتعزز المناعه، كمان بتحسن من صحه العيون والعظام. في كمان الكبده البقري، بس المفروض ان احنا ناخد شريحه واحده بس، يعني حوالي 100 جرام، لان الكبده البقري بترفع من الكوليسترول، بس لو احنا اكلنا شريحه واحده بس فده مفيد جدا لان فيها فيتامين د وزنك وحديد وفيتامين الف. فيتامين د مش بس موجود في السمك او البيض او الكبده، لا كمان موجود في الخضار والفاكهه. زي ايه؟ زي الافوكادو، والافوكادو فيه نسبه كبيره جدا من فيتامين د، وكمان بيساعد في مقاومه الالتهاب والحساسيه، وبيحارب بقى التجاعيد، كمان فيه نسبه عاليه جدا من البروتينات. في كمان السبانخ، والسبانخ من الخضروات الورقيه اللذيذه جدا لانها مليانه بالحديد وفيتامين د. اما بقى من الفاكهه، ففي عندنا فاكهه هي لذيذه جدا ومفيده اللي هي الخوخ، والخوخ من الفواكه المهمه جدا والمفيده، ويا ريت طبق الفاكهه بتاعنا يكون دايما فيه خوخ لان فيه مستويات عاليه جدا من فيتامين د، وده بيمنع ان يجي لنا سكر لانه بيخفض مستوى السكر في الدم بشكل كبير، وطبعا لانه مليان بكميه كبيره من الالياف. يبقى احنا كده عرفنا مع بعض النهارده ايه هو فيتامين د وايه هي فوائده وايه المخاطر اللي ممكن تحصل لنا لو قلت نسبته في الجسم. كمان عرفنا اننا ممكن ناخده من اشعه الشمس، وكمان من الاكل الحيواني والنباتي. فيا رب تكونوا استفدتوا وقدرت الخص لكم اهم النصايح والفوائد والاحتياجات من فيتامين د، واشوفكم على خير ان شاء الله في حلقه جديده من برنامج بيت ساره.